بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بتبص عليه شقة النهاردة، شارع عرضه 12 متر. وده كده شكل البيت، البيت 4 أدوار أرضي و3 أدوار، الدور على شقة واحدة. نبدأ نخش شقة النهاردة. شقة النهاردة إيجار جديد، الشقة مساحتها 150 متر، 3 غرف، منهم غرفة مفتوحة مع الريسبشن وغرفتين مقفولين ومطبخ وحمام. ده كده شكل الريسبشن أهو، ريسبشن كبير جدا ما شاء الله. ودي اللي هناك دي الغرفة المفتوحة التالتة، وفي عندنا بلكونة وليها بابين، باب المفروض من على الغرفة اللي هي المفتوحة دي وباب من على الريسبشن. وهنا كده اللي تحت ده المطبخ، والطرقة التوزيع طالعة بمستويين درجتين سل. هنا كده ده شكل الريسبشن كله اهو، ان شاء الله الشقة مساحتها حلوة جدا، كبيرة جدا. الشقة ايجار جديد. ده كده شكل البلكونة اهو، دي البلكونة بتاعتها اللي هي بعرض البيت كله. ده شكل الشارع من فوق، شارع 12 متر. والشارع اللي هناك ده الشارع الرئيسي اللي هو 60 متر، اللي هو شارع فيصل الرئيسي. الشقة محطة التميمي. مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده ريسبشن اهو، وده الشباك ده، ودي برضو باب تالت للبلكونة من الجنب ده. كل ده بيبص على الشارع. وده شكل الشقة اهو، الشقة فيها عداد كهرباء جديد كارت، وفيها غاز طبيعي. هنا كده بيجي لنا المطبخ، مطبخ مساحته حلوة، في حوض رخام، طبعا الرخامة جايبة من اول المطبخ لاخره. وده اللي هناك ده عداد الغاز اهو. بعد كده نبدأ نخش على طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرفتين التانيين والحمام. دي هنا كده الغرفة الأولى، مساحتها تقريبا 3.5 × 4.5، دي بتبص على منورين. ده هنا كده منور، هفتحه برضو لحضراتكم. ده المنور اهو ما شاء الله منور. الشقة في الدور التالت الأخير. ده كده شكل المنور بتاعه، وبرضو منور من الناحية التانية هوريه برضو لحضراتكم. منور برضو ما شاء الله اهو. بعد كده نرجع على الحمام. ده كده شكل الحمام بتاعه، حمام مساحته حلوة برضو، واخد بانيو مستريح. بعد كده عندنا الغرفة التالتة، دي الغرفة التالتة اهي، مساحتها تقريبا 3.5 × 4، برضو بتبص على المنور ده والمنور التاني ده. الشقة ايجار جديد، مطلوب فيها 2000 جنيه، 2000 جنيه شهري، مدة الايجار سنتين وتأمين شهرين، يعني 4000 جنيه. الشقة عنوانها فيصل محطة التميمي، بين شارع فيصل الرئيسي وشارع التلاتيني.
أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.